هذا هو التضامن وهذا هو الختال اللي شفناه عندك لا في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزيون الجمهور كيبغيك وعندك سبارت قاعده جماهيريه كبيره وعندك مكانه خاصه في قلوب المغاربه حضره مدام دراما الكوميديا كاينين بجوج <applause> غير الدراما غادي كان مقرر ان تعرض في رمضان ولكن لا ماشي جوديه كان جريت وجاريت ولكن الظروف خارجه على ارادتنا حنا ما غيتعرضش في السباق الرمضاني خير اي حاجه خير ياخذ وقته ويتشاف وقته والمهم وكنتمنى النجاح لجميع الممثلين وجميع الاعمال اللي داخله السباق الرمضاني او داخله في السباق الموسم وكنتمنى أن كلنا نديروا اعمال جيده ونكون في مستوى طموحات جمهورنا جمهورنا اللي دائما مساندنا ودائما معنا وكان وكان وكنقول لهم من خلالكم انا مدينه لكم بكاع النجاحات ومدينه لكم بالعديد من الاشياء وكن هنا كنعبر لهم على حبي واحترامي لهم ويا ربي نتوفقوا في مهامنا موفقه باذن الله وحنا في رمضان كثير انت في الدار شويه كاين شي ولا لا لا كاين انا ما كنجلس بحال كل مرأة <applause> انا ما كنجلس لان رمضان هو ال هو العائله هو المد <applause> العائله هو الجو العائلي وهو ال الوقت الوحيد اللي يمكن قضيه كلنا مع بعضياتنا